ربحنا في جابوما، ربحنا وخسرنا في الريتور. دونك ما عندها حتى سبه. نظن باللي هذه المقابله تكون شكليه، لان احنا اليوم رانا متاهلين. برك كاين حاجه اللي تمنيت انايا لما الناخب الوطني قال لك راح نلعب دو زيكيب، انا با لو شوا، هذا هو ما عندوش اختيار اخر، نلعبوا 18 لو 20، دونك لازم دو زيكيب. تمنيت يعني كون خموا شويه برك نديو فريق يلعب ضد اوغندا، ولا دوزيام ايكيب، لا دوزيام ايكيب تقعد هنا في عنابه مع البريباراتور فيزيك يحضروا روحهم، هكذا ما يتعبهم السفر ما حتى شيء. يعني فريق يلعب في جابوما والاخر يستنى في في, في عنابه، هذا مكان. اي با وي عوار، عوار يعني واش نقول لك على عوار، لاعب اللي لعب في المنتخب الفرنسي وكان في عمره تقريبا 20 سنه، لاعب اللي لعب فريق كبير اللي هو ليون. عوار يا للاسف هذا الموسم، هذا والموسم اللي فات يعني جاز بمرحله صعبه. تصور لما عوار اختار المنتخب الفرنسي يعني كان الزيميغري تاعنا في ليون ما خلاوهش ترونكيل، يعني دناو ليه وكذا. بون هذا كان من حقهم لانهم جزائريين. اليوم لما عوار اختار المنتخب الجزائري فريق ليون هو اللي جا ضده، يعني كره له حياته. ونظن باللي لي كاليتي عنده، لي كاليتي تكنيك فيزيك، هنا يبقى الدعم المعنوي تاع الناخب الوطني، وحتى الدعم المعنوي تاع جوزي مورينو لما انتقل فيروم. ولكن اكيد عوار راح يرجع للمستوى العالي. دوك سا ديبون واش حب هو. محرز عنده عائله، عنده عائله، هل العائله تاعو تقبل تغامر وتمشي للسعوديه ام لا تقبل؟ هذا هو المشكل تاع محرز. ولكن محرز مازال له حتى 2025، عند 2025 عنده الوقت، نظن بلي عنده الوقت. هذا البرنامج برعاية شركة بروتيليس لمواد التجميل. بروتيليس، الجمال للكل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.